احنا عندنا غيابات واضحة جدا، في شيكابالا غايب وامام عاشور وايمن حفتي. وشيكابالا وايمن الاثنين اللي كانوا زي ورقة رابحة جنب الراجل على الدكة، يعني امام من الاساسيين. طيب مين اللي يكون مكان امام، ومين اللي يبقوا اوراق رابحة للراجل على الدكة جنبه؟ خلينا نقول ان الراجل هو مقتنع شويه برؤى. احنا عارفين ان رؤى كان بعيد جدا الفتره اللي فاتت، لكن لما جه فيريرا ادى الراجل ده واشتغل، وهو لاعب كويس وعنده امكانيات كويسه. وخصوصا لما الكره بتبقى في رجله، عنده اللونج باص بيعمله كويس قوي. فانا شايف له، انا مقتنع يعني، هو مقتنع اللي هو ممكن يلعب رؤى جنب طارق حامد. يعني الاثنين، هو طارق برضه بيثبت ورؤى بيشتغل الكره بتاعته. لكن لو جينا في حاله ان مثلا مش عايز يلعب رؤى، ممكن يحط زيزو في نص الملعب جنب طارق حامد ويشتغل 4-1-4-1، بس وزيزو لو كان عنده شيكابالا موجود ممكن كنت لاعب زيزو جنب طارق. لا، ما هو خلي بالك، ما هو شيكابالا برضو خلينا نقول اللي هو لما بينزل بيبقى بيعمل فارق، بيبقى ليه شكل، عشان كده لكن انا قصدي ما انه يبدأش. في غياب عاشور لو لعبت زيزو فيبقى عندي واحد برضو صاحب شخصية هجومية زي شيكابالا هو ناحية، بيساعد، ما هو لكن انا خلي بالك، اخسر ليه زيزو في خط الوسط والعب بيه في خط لا الوسط انا ما ماشي. بخسروش، خلي بالك، مش معنى اللي هو ان انا بلعبه في نص الملعب يبقى ده خسارة خالص. ده ممكن يبقى اضافة جاية من تحت محدش شايفه، في التصويب، في الاختراق، وهو عنده ما شاء الله الحتة دي، وعنده الحتة البدني عالية عنده. ف مش معنى ان انا لعبته في نص الملعب رقم 8 يبقى انا خطورته هتقل طيب خالص. لكن في حالة ان انا عايز استغل دي دماغ فليره، يعني ان زيزو في الحته اليمين متالق فيها وشغال بشكل كويس، وفي نفس الوقت هو مقتنع برؤى، فممكن طب ليه اعمل تغيير كبير؟ ما انا احط طارق حامد ورؤى واسيب زيزو ناحيه اليمين بتالقه بالفتره اللي ما شاء الله ماشي شكله كويس قوي، والناحيه الثانيه اشرف بن شرقي واوباما وسيف الدين جزيري. فانا استغل الرباعي او الخماسي في حاله زياده من نص الملعب في الحاله الهجوميه. انا شايف ان نادي الزمالك دلوقتي وصل لحاله من التجانس ومن الحب باينه جدا، والتجانس الفني والبدني في نفس الوقت. فمش خايف لو لعب رؤى، يعني انا مش خايف في نص الملعب لو لعب رؤى اللي هو ما بيدافعش كويس مثلا، او اللي هو البدني مش واقف على رجله. لا، انا شايف طارق حامد ورؤى لو اشتغلوا في نص الملعب اعتقد اللي ما بقاش فيه خوف شويه او ما فيش قلق، ودي زيزو التألق بتاعه لناحية اليمين ما فيهاش مشكلة خالص. طيب تشوف التشكيل يبقى ازاي؟ هيبقى أبو جبل. يعني بص، خلينا نقول إن زي ما قلت لك إن مفيش فرق كبير قوي دلوقتي. يعني أنت لو جيت لعبت محمود علاء أو عبد الغني أو الونش، ما شاء الله الثلاثة كويسين جدا كويسين. طبعا. يعني خلي بالك، ده يحسب للجهاز الفني، يحسب ان انت مش عارف انا وانت نحط تشكيل. صحيح. يعني محمود علاء كويس، محمد عبد الغني كويس كويس، والونش نفس الشيء هايل. فدي حاجه ايجابيه مش سلبيه. يعني اللي هو بيتفرج علينا دلوقتي يقول ما تقول لنا يا عم تشكيل، اقول لك لا، ده هي الحاله الايجابيه ان انا مش عارف احط تشكيل من جاهزيه اللعيبه. ودي حاجه تحسب للجهاز الفني طبعا. فلو حطينا اي حد من الثلاثه هيشتغل بشكل مظبوط. كويس. اللي رجله في الملعب يعني ناحيه الشمال هيبقى فتوح، ناحيه اليمين اعتقد حمزه المسلوسي، لو حازم جاهز يعني، حاسم لو حازم هو بيعتمد على حمزه معظم الاوقات لان هو رجل في الملعب والراجل بدني كويس. حازم برضو تعرف الاصابات ولسه راجع، صحيح، فعشان ما يتعورش. نص الملعب طارق حامد ورؤى، اوباما، بن شرقي، زيزو، سيف الدين الجزيري. ده من وجهه نظر التشكيل اللي هو الامثل من وجهه نظري. لكن لمواجهه امشي لو حصل فيه تغيير برضو دي حاجه ايجابيه، لان برضو اللعيبه كلها واقفه على رجلها بشكل كويس. وخلي بالك، انا يعني او من فتره كنا بنحط مثلا 10 او 11، بعيد طبعا عن ابو جبل، يعني بنحط 10 لعيبه هم دول اللي جاهزين، صح؟ صحيح. لكن دلوقتي انت برضو محتار شويه في بعض الاماكن لان اللعيبه كلها جاهزه، باستثناء من وجهه نظر حازم امام لو فاق شويه عشان الاصابات عشان بس. الاصابات.